مايا رحال من ومضة، معنا عمار أبو شادي من أحد مؤسسين قبيلة تي في المصرية. هاي عمار. هاي مايا. كيف شايف الشير بيروت إيفنت؟ جميل جداً، في ناس كتير جميلة واستفدت كتير من الإيفنت. يعني خبرنا بكلمتين شو بتعمل قبيلة تي في؟ اللي بتعمله قبيلة أنها بتخلق محتوى عربي على الإنترنت، ويعني الهدف اللي قبيلة كانت بدأت عشانه إن هي تعمل يعني زي تجمع ما بين الانترتينمنت أو الحاجات الترفيهية والحاجات اللي فيها مسج وفاليو أو قيمة. ف يعني مينلي هو أي برودكت إحنا بنعمله أو أي منتج إحنا بنطلعه بيبقى عايزين نعمل فيه ده، اللي هو نجمع ما بين القيمة وال يعني الترفيه أو الانترتينمنت. ليه حسيت انه العالم اللي بيستخدموا الانترنت بمصر وبالعالم العربي بحاجة للمعلومات تكون مبسطة من خلال الرسوم المصورة والفيديو؟ هو الحقيقة احنا مش بس بنعمل رسوم مصورة وحاجات فيها معلومات، يعني احنا بنعمل مثلا اغاني مصورة عادي، ولكن الفترة او المنتج اللي حضرتك بتتكلمي عنه اللي هو دليل المواطن لفهم السياسة او الدستور او الانتخابات، دي كانت حاجات كلها لان بعد الثورة كانت الناس بقى لها 40 50 سنة في قهر وما كانش فيه اي نوع من انواع التعرف على السياسة، وفجأة المطلوب منهم ان هم يعرفوا ايه اهمية الانتخابات ويعرفوا ايه اهمية الدستور ويعرفوا ايه اهمية السياسة والمشاركة السياسية. فكانت عشان كده كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعرف الناس الحاجات اللي هم فجاه بقوا يشوفوها على التلفزيون دي عباره عن ايه. فجاه بقى بعد 40 50 سنه في حد جاي يكلمه عن اليمين واليسار وهو المفروض ان هو يفهم، فبالتالي هو مش فاهم حاجه. فجاه عن الفصل ما بين السلطات، ايه الفصل ما بين السلطات. فكان مهم جدا ان احنا نعرف الناس مش بس في مصر، لان الثوره ما كانتش في مصر بل الربيع العربي كله. يعني كوسيلة إعلامية، تعتبروا حالكم وسيلة إعلامية على الإنترنت، على يوتيوب وعلى فيسبوك، كيف عم تقدروا تطلعوا مصاري وتحققوا أرباح؟ أوكي، إحنا الفلوس عندنا إحنا بنعمل عندنا حاجتين، في كونتنت أونلاين وده بيجنريت أماونت أوف ماني حتى ولو كان صغير من اليوتيوب، وفي عندنا بزنس أرم. البيزنس ارم ده بيعمل كوميرشال بروجكتس اند برودكتس، بتخرج الريفينيوز من البرودكتس دي بتقدر نصرف بيها على الحاجات اللي هي بنعملها اونلاين. انتم موجودين بمصر والتوعيه اللي عم تعملوها على الكلمات السياسيه اكثر هي مصريه، عندكم شيء خطط انه تتوسعوا اكثر بالشرق الاوسط والمنطقه العربيه؟ طبعا، يعني احنا اصلا الفتره الجايه احنا اي برودكت بنديزاين حتى لو بنعمله حتى لو كان مصري ولكن بيهدف بشكل كبير الوطن العربي. وطبعا احنا وير بلاننج او بنخطط قدام ان احنا يبقى عندنا توسع في مناطق عربيه كتير، وجالنا اوفرز كتير، الناس عايزين يفتحوا يبداوا يعملوا قبيله في بلدهم، اردن، السعوديه، كذا حته. بس احنا بندرس الموضوع بحيث انه لما يبقى توسع مدروس مش مجرد توسع وخلاص. شكرا لتحدثك مع ومضة، وبنتمنى لك كل الحظ. ميرسي جدا مايا، ربنا يخليك.